المرور على البائعين في قرب واحد فلك محظة. سعدت أن ألتقي بأحد إخوة الكرام. الاسم الكريم؟ علاء محمد علي. الأخ علاء، ماذا تعرض هنا أو تقدم؟ بنعرض تمور تمر نغال، ما شاء الله، رطب، مرزبان، رملي، بينا ده مجدول بالمكسرات ما شاء الله. وكل هذا من تمور محظة، ولاية محظة ما شاء الله. وهذا تمور الدار، جميل. مثل هذا الصندوق بكم؟ ده كيلو. كيلو بكم تبيعوه؟ بريال ما شاء الله، ما غالي. وهذا ده ريالين، 2 كيلو. 2 كيلو، جميل. في ابو معان، ابو معان هذه من هنا، حبه بريال ونص. جميل ما شاء الله، ما غالي، حبه بريال ونص. الله يوفقكم. وانت تشارك في هذا يعني الملتقى الجميل، ما هي رسالتك او نصيحتك؟ ده تشجيع للانتاج المحلي لولايه محضه. جميل، تمام، واقبال الناس، واللهم صل على سيدنا محمد. المنتجات اللي طالعه من ولايه محضه منتجات جميله ومنتجات ممتازه جدا، عاليه الجوده. نعم، وانا برشح المهرجانات دي، نعم، لالتقاء الناس وتوزيع المنتجات بتاعت منتجات محضه. تمام، التشجيع ده بيؤدي الى ترويج السلع، نعم، وتشجيع المزارعين، نعم، الى ترويج السلع بتاعتهم بسهوله وبيسر. جميل. ما مدى اقبال الناس؟ لا، ممتاز جدا، ممتاز جدا. كيف امور الاسعار كذا؟ الاسعار ممتازه والاقبال ممتاز جدا. جميل، احسنت، سعدت بالحديث اليك.